تبدو صعبة، لكن رونالدو سريع، يتقدم رونالدو، يغير الاتجاه ويبرر كرة رائعة رونالدو، هدف ثالث الريال وهدف ثالث لكاليخون، هذه المرة يسجل في مرمى فريقه ويعتذر للجمهور. لقطة جميلة جدا، جميل هذا الاعتذار لجمهور إسبانيول لأن لاعب الفريق السابق سجل في شباك فريقه، وجميل ماذا يفعل كريستيانو رونالدو الذي يلعب اليوم ربما أفضل مباراة جماعية، يقدم هدية لكاليخون كان بمقدوره أن يجرب حظه. كاليخون معدلة ثنائية كانت بين كاليخون وكريم بنزيما، هو الهدف الثاني للريال، هدف مقابل صفر في ظرف 6 دقائق. اللاعب الإسباني كاليخون يسجل الرابع، يسجل الخامس، ويكتبني ويقول بأنه ليس بالضرورة أنك عندما توقف الشوط الأول بأربعة صفر ينتهي الشوط الثاني من دون تسجيل. وكان لديه رغبة كبيرة في المران، جول كاليخون وجوه جول، خوسيه ماريا كاليخون يسجل أول الأهداف بعد الكرة الأولى اللي أهدرها منذ قليل. الآن يأتي الفرج، الآن تهتز الشباك عن طريق كاليخون، يتقدم الريال بالهدف الأول في هذه المباراة. أنخيل دي ماريا للأمام، ملعوبة خطيرة، كرة جول، جول، هدف ثاني لريال مدريد، يتقدم كاليخون ويثبت أقدامه مع الفريق الملكي. يأتي الهدف دار المدربي البريمير ليج، هذه كرة لكاليخون، جول 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 يفعلها كاليخون، يؤكدها كاليخون، سجلت في مباراة الذهاب وتؤكدها اليوم في لقاء الإياب، ولتثبت للجميع بأنك قادم بقوة. الكرة ثم ننطلق، نوري يفتح اللعب في الجهة اليمنى، مشروع الخامس، مشروع الخامس، نعم الخامس، نعم الخامس، والجول يا كاليخون الثاني الشخصي يا كاليخون، نعم انت النجم في هذه المباراة يا كاليخون، سجلت في مباراة الذهاب والشهية مفتوحة في لقاء الإياب، هدفين من مباراة لأخرى تثبت للجميع بأنك تستحق أن تكون أساسيا في تشكيلة جوزيه مورينيو. رغم تواجد النجوم ولكن جمهور الريال أصبح يتحدث عن نجم قادم بقوة هو كاليخون. فاصل من المراوغات، شاهدوا كرة تحولت طويلة وخطيرة أيضا، أجوين وبنزيما والمرمى، المرمى وين؟ الكرة في الجول، جول آخر للريال، هدف ثاني لريال مدريد، خوزيه كاليخون يتقدم ويتابع الكرة المرتدة، الهدف الثاني لمصلحة ريال مدريد. كاليخون هدف رابع لريال مدريد، ينجح كاليخون بالفعل في إحراز الهدف الرابع ويقول للجماهير أحب هذا الشعار وأحب هذا التاج، وهذا هو الهدف الرابع هذا الموسم لكاليخون شخصيا. Super goal from the substitute. He needed a goal, Kaliahorn. He's gone a lot of games without a goal. And that'll do his confidence a world of good. Everybody get. يأكد الأربع خلاص. الأربع نقاط والأربعة أهداف. وريال مدريد اللي خلاص الآن يعني شوف 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 يعملك.
لأوزيل وصنعت هدف جامد. الهدف الخامس كيخون أمامنا هنا يسجل في هذه اللحظات 5-0. هي نتيجة هي الأقوى والأكبر في هذا الملعب لريال مدريد. أوزيل مرر 2-0 كيخون سجل الهدف والريال يتمكن من الوصول لشباك كالكويانو بهدف ثاني يعمل توقيع كيخون على النتيجة وتفتى سمر هو كان في هذه اللحظات هذا اللقاء يعرف طريق المرمى يا مورينيو خوزيه ماريا كيخون يجعلها رفقاء القريبين منه صعب الكره هذه كان يخون من عمر المباراة يلا من التمريرة ويلا من استلام وتوغل من خوزي كاليخون الذي يسجل الهدف الثاني لفريق ريال مدريد في الدقيقة 28 مودريت ببراعة حطها بين لاعبين اثنين مررها لكاليخون يتوغل صعب الكرة هذه للريال مراتا لكاليخون الثنائية هدف ثاني لكاليخون ورابع لريال مدريد ونفس الانتصار هون الانتظار والهدف الثاني كيخون هذا اللي قلناه هذا اللي شفناه وقت اللي كلمة الكلام استعملناه والأفراد والمفردات اقتبسناه وقلنا بالحرف الواحد الريال باش يسجل وسيسجل والهدف الثاني للريال ممكن عدد كبير من المدربين المتميزين كرة صعبة كيخون الرابع جول كاليخون يسجل الرابع لريال مدريد 4-2 صارت النتيجة الرابع لريال مدريد والثالث لكاليخون وريكاردو يودع لعبة كرة القدم